بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة النهاردة يا جماعة هتتكلم تحت فكرة رئيسية خاصة بأنواع الفريم وركس. إيه هي أنواع الفريم وركس؟ الموقع الأساسي بتاعنا يا جماعة هيكون عبارة عن أرتكل هنحاول نشاور أو هنحاول نشاير الناس نشاير الناس في الكونتنت مانجمنت سيستم اللي إحنا راح نشتغل بيه مع بعض ان شاء الله باذن الله. طيب قبل ما يمكن نكون وصلنا مفهوم يعني ايه فريم ورك في الحلقه اللي فاتت، لكن قبل ما ندخل في الكونتنت بتاع حلقه اليوم عايز اقول ان الراجل كتب المقال ده او الفرقه اللي كتبت المقال ده عامله لك يود جميل خالص. The aim of frameworks is to provide a common structure so that developers do not have to redo it from scratch and can reuse the code provided. الهدف العام من اني انا نستخدم فريم ورك اني ما اقعدش اعيد اختراع العجله من اول وتاني، لا انها بتوفر لي ارضيه جاهزه انا ممكن استخدمها واعدل على الكود نفسه بما يتناسب مع احداثياتي انا. ده احنا بنحاول نعيد القصه مره تانية. طيب من ناحيه محور الحلقه انواع الفريم وركس يا جماعه، عندي تصنيفات كتير، تصنيفات مختلفة للفريم وركس، لكن يمكن يكون الجماعة دول استهدفوا التصميم من ناحية البرزنتيشن والابليكيشن. قالوا لي والله انت عندك برزنتيشن لاير اور فرونت اند فريم وركس، تمام؟ ده نوع من انواع الفريم وركس. النوع الثاني عبارة عن الابليكيشن لاير اور الباك اند فريم وركس، تمام يا جماعة؟ اوكي، يمكن يكون المعلومه دي مش جديده علينا بسبب ان احنا اصلنا مفهوم لغات برمجه الويب بشكل عام يا جماعه، عباره عن فرونت اند ديفلوبينج لانجويجز والباك اند ديفلوبينج لانجويجز. الفرونت اند ديفلوبينج لانجويجز اللي جوه منها فرونت اند فريم وركس، والباك اند ديفلوبينج لانجويجز اللي جوه منها باك اند ديفلوبينج فريم وركس. النص الجزء الاولاني اللي هو الفرونت اند ديفلوبينج فريم وركس ده خاص بالجي يو اي الجرافيك يوزر انترفيس اللي الواجهه النهائيه اللي راح يتعامل معاها المستخدم النهائي، الزراير، الصور، الالوان، الخلفيات، الاكسسبيليتي، سهوله الوصول، الكلام ده هو اللي بيستهدفه الجزء ده، وهو ده اللي واجع فيه الكورس بتاعنا. احنا واجئين في الحلقه بتاعت الفرونت اند ديفلوبينج فريم وركس يا جماعه، تمام؟ زي ايه الفريم وركس ديت؟ زي مثلا اللانجوجز اللي بتشتغل عليها HTML و CSS و JavaScript. الفريم وركس اللي ممكن تكون فيها بوت ستراب وفاونديشن اللي احنا راح نشتغل عليه، والجريد سيستمز جزء منه، ممكن تكون جزء منه طبعا، تمام؟ ده في الحاله دي الشخص اللي بيشتغل على برمجه الكود ده اسمه يو اي ديزاينر، يوزر انترفيس ديزاينر or front end developer. ذات المسمى بتاعه، وده المسمى اللي نقدر نسميه على نفسينا في المرحله ديت يا جماعه. طيب الجانب الثاني بيتعدى حدود الجي يو اي لما بعد الجي يو اي وخاص باللوجيك، الجانب بتاع الاوبريشن، الجانب بتاع الفانكشنز، الجانب بتاع انت صممته فورم جميل خالص بس لما بتضغط على سبميت ما بيحصلش فيه حاجه، لا اهو الجانب ده بتاع احنا بنحاول نخلي الزرار سبميت ده ياخد الداتا يركبها على سي جي اي ويمشيها مع السي جي اي لغايه لما توصل للداتا بيس وتخبط على الباب بتاع الداتا بيس ويروح طبعا البروتوكول ياخدها وينوم كل داتا في الاوضه بتاعتها ويتاكد انها نايمه وبعدين يرجع يقول لك تم التسجيل بنجاح. ده اللوجيك، ده الاوبريشن، ده الفانكشن بتاع الموقع، وده النص الثاني من مساله انشاء موقع متكامل الباك اند ديفلوبينج. زي لغات بي اتش بي، بايثون، والروبي، وجافا، كميه من اللغات رهيبه جدا يا جماعه. فريم وركس زي مثلا روبي اون جيلز، واحد من ضمن الحاجات المشهوره والفيم في مسألة الباك اند ديفلوبينج يا جماعة. طبعا احنا طبعا حديثنا عن اليوزر انترفيس، تمام؟ رايت اوكي جميل. وانا مش بصدد اني اعيد المسألة من اول تاني بخصوص طيب هو الفريم ورك الفرونت اند فريم ورك ده بيكون فيه ايه، انا اتكلمت عن النقطة ديت في حلقات فاتت، لكن انا راح نستهدف نقطة ثانية. راح نستهدف
اني انا موجود جوا اللي فرونت اند ديفلوبينج، وبقول يا جماعه اني المساله جوا اطر عمل برمجه وتصميم الواجهه انواع مختلفه. خلينا نقول منها سيمبل فريم وركس، اطر عمل بسيطه. نقول سر بساطتها انها ما بتقومش بادوار كومبلكس، لا بتبقى بتقوم بادوار سبيسيفيك ضيقه شويه. يعني بتلاقي ان الفريم ورك ده خاص بكذا، لحاجه كده سبيشال خاصه بيه، زي مثلا يا جماعه جولدن جريد سيستم، زي مثلا 960 جريد سيستم كده. دولت خاصين بسبيسيفيك حاجات معينه جوا الواجهه بتاعي. الجانب الثاني كان الكومبليت فريم وركس. كومبليت فريم وركس معناه اطار عمل جاهز، بمعنى ادق ده كومبلكس، حاجه معقده فيها حاجات كتير، زي البوت ستراب وده طبعا غني عن التعريف، وزي الفاونديشن وده اللي احنا راح نستهدفه ان شاء الله باذن الله في الكورس ده. طيب جميل، خلونا نطلع فوق شويه كده عند السامبل فريم ورك، ونقول ان احنا هنحاول نوصل نقطتين مهمين يا جماعه. اول نقطه خاصه بمفهوم يعني ايه لايبراري، يعني ايه مكتبه. المصطلح لايبراري هنشوفه يا جماعه، المصطلح لايبراري بشكل شخصي انا نقدر نقول عليه عباره عن مجموعه من السطور البرمجيه الخاصه بملف واحد والخاصه بتستهدف حاجه سبيسيفيك بعينها. زي ما بنقول مكتبه خطوط عباره عن تجميعه من الخطوط بتستهدف تايبوجرافي، مكتبه ايكونز مجموعه من الايكونز بتستهدف ايكونز، زي مثلا مكتبه ريسيت زي نورماليز والكلام ده، فاهمني؟ عباره عن مجموعه من الاكواد يا جماعه، ده اسمه لايبراري. لكن اكشولي مصطلح الفريم ورك اعلى واعم من اللايبراري، لان الفريم ورك جوه منه يا جماعه بيبقى فيه لايبراريز مختلفه. جوه الفريم ورك بتلاقي فيه لايبراري للفونت، بتلاقي فيه لايبراري او اكتر طبعا للايكونز وهكذا. تمام جميل، خلينا نبص على مصطلح تاني، النقطة التانية مصطلح الجريد والفريم وركس. طيب ولان احنا في الكورس ده فصلنا ما بين الجريد وما بين الفريم وركس، انا عايز اقول واصل النقطة مرة تانية بالله يا جماعة. الفريم ورك عبارة عن اطر عمل بتديني ادوات تساعدني اني ننفذ مهام معينة. تمام جميل، طيب ماشي. لو كانت الادوات دي بتستهدف انها تسهل عليا شغلي في تصميم اللي اوت بسميها ايه؟ بسميها جريد. يبقى الفريم وركس اللي بتستهدف عليا، اللي بتستهدف انها تسهل لي شغلي في مساله الديزاين بتاع اللي اوت للموقع بسميها جريد، وانها كتير بسموها الجريد سيستمز. تمام يا جماعه جميل. اما مصطلح والجريد سيستمز ساعات بيكون سمبل فريم وركس. اما مصطلح الفريم ورك بشكل عام، فالفريم وركس المعقده زي البوت ستراب وزي الفاونديشن، او اقصد الفريم وركس الادفانسد، بتلاقي فيها جريد سيستمز يا جماعه. تمام، لكن الكورس ده فصل ما بين الجريدز وما بين الفريم وركس علشان يقول لحضرتك نقطه جميله، ان هو هيحاول يدي لحضرتك بريف نظرة عامة عن الجريدز اللي انت ممكن تستخدمها من غير ما تستخدم فريم وركس قوية او كبيرة زي بوت ستراب او مثلا فاونديشن. ممكن تستخدم جريد سيستم في ان انت تصمم موقع من غير ما تستخدم فريم وركس معقدة، وده اللي ان شاء الله باذن الله احنا راح نستهدفه في حلقة اليوم 960، رقم اتكلمنا عنه قبل كده. ليه سر؟ جهز التكست اديتور بتاعك، معادنا في الحلقه اللي جايه هاو تو ديزاين سمبل ويب سايت يوزنج وان اوف ذا جريد سيستمز. نتقابل ان شاء الله باذن الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.